الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي هيقوم بجوله تفقديه لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي تمهيدا لافتتاح امام المواطنين خلال الفتره المقبله، وكمان هيقوم بتفقد سير العمل داخل جامعه قناه السويس. احنا هناخدكم في جوله سريعه عشان نشوف تفاصيل الجوله وايه اللي هيتم فيها. أولا إحنا هنا في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي التابعة لجامعة الزقازيق، إضافة مهمة جدا للمنظومة الصحية على مستوى المحافظة وعلى مستوى مدينة العاشر من رمضان اللي هي مدينة صناعية سكنية بدأت تبقى فيها عدد كبير جدا من السكان. مستشفى ضخمة زي ما حضرتكم شايفين، تجهيزات عالية جدا، ما يقرب من 300 سرير ما بين أسرة داخلي وعناية مركزة وحضانات وغسيل كلوي، فيها كافة التخصصات الصحية والطبية المتميزة جدا. يمكن يعني في خلال الأسابيع القليلة القادمة هنبتدي نفتح كافة الأقسام اللي فيها. رايحين على مدينة الإسماعيلية علشان نتفقد المجمع الطبي بالإسماعيلية ووحدات صحية هناك، وأيضا مستشفى الأورام بالإسماعيلية، ثم ننتقل إلى جامعة قناة السويس علشان نقف عند التطوير الكبير اللي تم في المستشفيات الجامعية هناك. جامعة قناة السويس هي الجامعة الأكبر في الإقليم، والمستشفى المستشفيات الجامعية هي المستشفيات الأكبر في الإقليم، ويقع على عاتقها جزء كبير جدا من تقديم الخدمة الصحية، خاصة ثقة الناس في الجامعة وفي أساتذة الجامعة وفي الأساتذة المتخصصين في المستشفيات الجامعية. النهاردة حضرتك لما تضيف لكبسولات أو عمليات الكبرى بهذه الدقة وهذه التكنولوجيا العالية، كمان عندك 15 سرير عناية مركزة بإضافة ل 52 سرير في المستشفى التقليدي، يعني يبقى الإجمالي 67 سرير عناية مركزة في المستشفى، بالتأكيد دي طفرة. وكمان وحدة التعقيم دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة للمجال الطبي اللي هو عدم العدوى، حاجة رائعة. فأعتقد إسماعيلية وإقليم القناة والسناء يستحق منا أكثر من ذلك كمان. في نهاية الجولة قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بافتتاح عدد من المنشآت، وكمان وضع حجر الأساس لمستشفى طب وجراحة الأطفال والعيادات الخارجية الجديدة بجامعة قناة السويس، وده لتقديم خدمة مميزة لجميع المواطنين. محمد عصام، الحكاية، MBC مصر.